أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في بحث القسمين قد انتهى من بيان تعريفها وفائدتها، ووصل الحديث فعلا إلى أصولها، أي أصول القسم. طبعا كلمة أصول قد تكون كلمة غريبة في مثل هذا الباب، في مثل هذا الموضوع، في مثل هذا الباب. ذلك أنه عندما انتهى المصنف من بيان التعريف وأقسامه، ماذا قال؟ شروط التعريف، شروط التعريف، ما قال أصول التعريف. ولعل كلمة شروط التعريف كلمة طبيعية ومعتادة في الكتب. لما كانت طبيعية ومعتادة في الكتب، فمن الطبيعي أنه إذا وصل المصنف إلى هذا الموضع أن يستخدم نفس العبارة، وهي ماذا؟ عبارة الشروط. فيقول ماذا؟ شروط القسمة. ويوجد من استعمله مثل هذا التعبير. أما لماذا ترك المصنف استعمال هذه الكلمة المفردة الطبيعية وهي الشروط، وأبدلها ماذا؟ بالأصول. الجواب، أما من جهة علمية فلا يوجد سبب، فهو إذا عبر عنها بالأصول أو عبر عنها بالشروط لا يوجد فرق، لأن الشرط يرجع إليه ويدور حوله الأثر، كذلك الأصل. فإذا لم يكن هناك سبب علمي، إذن ماذا يكون؟ نقول السبب الموجود ليس هو السبب العلمي، وإنما السبب الموجود هو ماذا؟ سبب تعليمي تصنيفي. توجد في بعض الكتب على طول مساحة البحث العلمي مفردات تستعمل بكثرة، ليس اعتباطاً، تستعمل بكثرة نتيجة الحاجة إلى الاستعمال. فيتوقع الإنسان أن مثلاً كلمة شروط في كتاب يتعرض في الجزء الأول إلى التصورات، في الجزء الثاني إلى التصديقات، في الجزء الثالث إلى الصناعات الخمسة أو الخمس، بعد ذلك ماذا يتوقع؟ يتوقع أن ترد كلمة الشروط في كل بحث فيه شروط. فهل يناسب أن يجد القارئ مفردة تتكرر كلما جاء بحث فيه شروط؟ والبحوث التي فيها شروط كثيرة متعددة. فيقوم بعض المصنفين باستبدال الكلمة بكلمة أخرى تؤدي معناها ولكنها ليست هي،
وهذا تجده واضحا في كتاب اللمعة وشرح اللمعة، تجد أنه تارة المصنف يعبر بتعبير وهو يعلم أن هذا التعبير يكثر استعماله منه، فيأتي في موضع آخر يعبر بتعبير ثاني، وهكذا الشارح يجد أن هذا التعبير استعمله في بيان قضية فيأتي. سبب، لأنهم يريدون للإنسان الذي يقرأ النص أن لا تحصل عنده حالة ملل، كل ما يقرأ راح يجد هذه العبارة، وهكذا مثل هذا التعبير. هذا تعبير لا علاقة له بالجانب العلمي، وإنما هو مجرد ماذا؟ مجرد تبديل، هكذا، لأن النفوس تمل من تكرار بعض هكذا مجرد استقرار. قال: أولا في أصول القسمة أو في شروط القسمة، أولا لا بد من ثمرة. إذا قسمت شيء إلى أشياء فلا بد أن تكون هناك ثمرة من هذا التقسيم. قال: لا تحسن القسمة إلا إذا كان للتقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم، هذا الشخص الذي يقوم بالقسم. لما تقسم هذه الحاجة إلى أشياء متعددة لابد عندك ماذا؟ ثمرة. ما هي تلك الثمرة؟ قال: بأن تختلف الأقسام في المميزات والأحكام المقصودة في موضع القسمة، خصوصيات وأحكام. فإذا قسم النحوي الفعل إلى أقسامه الثلاثة، ماض وفعل ومضارع وعامل، فلأن لكل قسم حكما يختص، هذا حكمه وهذا حكمه، كل واحد حكمه. أما إذا أراد أن يقسم الفعل الماضي إلى مضمون العين، مضموم العين ومفتوح العين ومكسور العين، فلا يحصل منه ذلك. هذا تقسيم ولكنه غير نافع، فهذا قسمة غير منطقية، غير نافع، بل غير صحيح. ماذا هو السبب؟ ما هو السبب؟ قال: لأن الأقسام هذه مذكورة كلها لها حكم واحد في علم النحو، هو البناء مبني، مضموم، مفتوح، مكسور، فيكون بسبب ذلك، بسبب عدم وجود أثر مختلف، حكم مختلف في هذا القسم عن القسم الآخر، ماذا يكون هذا التقسيم؟ عبثا، لغو. فيكون التقسيم عبثا ولغوا، هذا إذا قام بهذا العمل من؟ النحو. ماذا إذا قام بهذا العمل من؟ الصرف، في علم الصرف. قال: بخلاف مدون علم الصرف فإنه يصح له مثل هذا التقسيم لانتفاعه به في غرضه من تصريف الكلمة. الأحكام تختلف، فلذلك يكون نفس الفعل إذا صدر من النحوي مرفوضا، صدر من الصرف نعم. ولذا هذا طبعا المصنف ذكره ويريد يعتذر عن قضية مرت سابقا، المصنف سابقا لما عرف الدلالة إلى قسم الدلالة عفوا إلى أقسامها الثلاث، ما قسم الدلالة العقلية ولا الدلالة الطبيعية إلى لفظية وغير لفظية، إنما قسم من؟ الدلالة الوضعية فقط. الدلالة الوضعية قسمها إلى دلالة وضعية لفظية ودلالة وضعية غير لفظية. أما الدلالة العقلية فلم يقسم، الدلالة الطبيعية فلم يقسمها. يقول:
ولذا لم نقسم نحن الدلالتين العقلية والطبيعية في الباب الأول إلى لفظية وغير لفظية. بسبب هذا الشرط. القسمة إذا قمنا بها سيسألون الناس ما هي الثمرة، نقول لا توجد ثمرة، لأنه لا ثمرة ترجى من هذا التقسيم في غرض المنطقي، كما أشرنا إلى ذلك هناك في التعليق، هناك في التعليق ذكر في التعليق إشارة. هكذا إنما قسمنا فقط بهامش، إنما قسمنا الوضعية فقط إلى هذين القسمين، لأن العقلية والطبيعية وإن كان الدال فيما قد يكون لفظا لا ثمرة في تقسيمه إلى آخره. هذا هو الشرط الأول، وهو أن تكون هناك ثمرة في التقسيم. الشرط الثاني وهو تباين الأقسام، لا بد من تباين الأقسام. طبعا قد يقال هاي كلمة التباين مثل الكلمة كثيرة التردد في الكلام، ضاع علينا معناها. واستخدمت في عدد من المباحث في تقسيمات الألفاظ، في بحث النسب الأربع، فورد لها أكثر من معنى. لما كانت هذه الكلمة وهي كلمة التباين تستعمل في المباحث المنطقية بعدة معاني، وهنا نسمع قول المصنف وهو لا بد من تباين الأقسام، فلا بد أن نفهم ما هو المقصود من التباين. هذه الحالة تستدعي أن نشخص ما هو المقصود من التباين. مر سابقا عندنا أن التباين يطلق وقد يقصد به ماذا؟ تباين المعنى في تقسيم الألفاظ، لفظ مباين للفظ. ومر علينا أيضا أن هناك تباين بمعنى الاختلاف في المصاديق، فهل المقصود الأول؟ هل المقصود الثاني؟ من الواضح أن المقصود من التباين هو الثاني، بمعنى التباين في النسب الأربع، بأن لا يلتقي أحد الطرفين مع الآخر في خاص. ولذلك قال المصنف ولا تصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة غير متداخلة، لا يصدق أحدهما على ما صدق عليه الآخر. هذا بيان، لا يصدق أحدهما على ما صدق عليه الآخر، يعني تباين في المصادر لكل واحد منها مصادر خاصة. ويشير إلى هذا الأصل تعريف القسمة نفسه،
ماذا قال في تعريف القسم؟ تفريقها إلى لا مهم إلى أمور متباينة. هذا الذي آخر تفريقها وتجزئتها إلى أمور متباينة. يقول ما يقول ويشير إلى هذا الأصل تعريف القسمة نفس التعريف. قال ماذا؟ إلى أمور متباينة. فإذا قسمت المنصوب مثلا من الأسماء إلى مفعول وحال وتمييز وظرف فهذا التقسيم باطل. مفعول حال تمييز ظرف، لماذا هذا التقسيم باطل؟ قال لأن الظرف من أقسام المفعول فلا يكون قسيما له ما دام يكون تحت خلص. ومثل هذا ما يقولون عنه يلزم منه أن يكون قسم الشيء قسيما له. ما ممكن قسم الشيء يكون قسيم له؟ إذا كان قسم للشيء كيف يكون قسيم له؟ وبطلانه من البديهيات. ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء ومرضى وأصحاء، هذا تقسيم سداسي. هذا ماذا يكون التقسيم؟ باطل. علماء وجهلاء أغنياء وفقراء ومرضى وأصحاء. يقول ويقع مثل هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين الغافلين ممن يرسل الكلام على عواهنه، ولكنه لا ينطبق على هذا الأصل الذي قررناه. لماذا؟ يقول لأن الأغنياء والفقراء لا بد أن يكونوا علماء أو جهلاء، مرضى أو أصحاء، فلا يصح إدخالهم مرة ثانية في قسم آخر. وهذا المثال الذي ذكرناه هو مثال لثلاثة تقسيمات جمعت في قسمة واحدة. يقول وفي المثال ثلاثة قسمات جمعت في قسمة واحدة. والأصل في مثل هذا أن تقسم السكان أولا إلى علماء وجهلاء لا مانع، ثم كل منهما إلى أغنياء وفقراء فتحدث أربعة أقسام، ثم كل من الأربعة إلى مرضى وأصحاء فتكون الأقسام ثمانية. علماء أغنياء مرضى، علماء أغنياء أصحاء، علماء أغنياء بعد شنو؟ لا، علماء فقراء مرضى، علماء فقراء أصحاء، وهكذا. تصبح ماذا؟ تصبح ثمانية ماذا؟ ثمانية أقسام. فلا يصح أن تجعل هذه جميعا في قسمة واحدة، لأنها ستحصل ماذا؟ ستحدث تداخلا في الأقسام. واضح هذا التقسيم ذو عيدة. كيف يقول هو؟
كيف يقول هو ثمانية أقسام؟ عندنا علماء أغنياء مرضى، وعندنا علماء أغنياء صحاء، علماء أغنياء صحاء، عندنا علماء فقراء فقراء صحاء. كم تقسيم يحصل عندنا؟ كم قسم قسم يحصل عندنا؟ الآن قسمين، علماء أغنياء. أولا قسم الأساسية علماء مع منو؟ لا الناس، علماء وجهلاء، هذا واحد. ثم أغنياء وفقراء، مرضى وأصحاء. زين، بعدين نبدأ علماء أغنياء مرضى، علماء أغنياء أصحاء. كم واحد صار؟ قسمين. إيه لا احسبين كلهم من البداية إلى النهاية إلى أن تصبح ثمانية. ها إلى أن تصبح ثمانية أقسام، علماء وجهلاء قسم، أغنياء وفقراء قسم، مرضى وأصحاء قسم. جصا ثلاثة. ثم بعد ذلك علماء أغنياء مرضى قسم، علماء أغنياء أصحاء قسم، وهكذا. ثم علماء فقراء مرضى، علماء فقراء، وهكذا إلى أن تصبح ثمانية أقسام. واضح؟ تجمعها كلها يصير ثمانية أقسام. يقول فتفطن لما يرد عليك من القسمة لئلا تقع في مثل هذه الغلطات. بعد هكذا. زين، هذا ماذا يتفرع عليه؟ يقول يتفرع على هذا الأصل أمور، أنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له كما تقدم، مثل أن تجعل الظرف قسيما للمفعول، هو أساسا داخل تحته ما يصير قسيما، ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه، مثل أن تجعل الحال قسما من المفعول، هو مع هو ماذا في قباله، في قباله. ثالثا ولا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره، يعني القسم والمقسام واحد، إلى نفسه وغيره. إذا قسمت بعض الأشياء البعض هكذا، يقول هذا من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، لأن هذا القسم هو نفس هذا المقسم. يقول وقد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من هذا الباب، من باب ماذا؟ من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. سبب، ما الذي دعاهم لمثل هذا الاعتقاد؟ قال لما رأى يفسرون العلم بالتصور المطلق، ولم يتفطن إلى معنى التصديق. يقول مع أنه تصور أيضا، ولكنه تصور مقيد بالحكم، كما أن قسيمه يعني التصور، كما أن قسيمه خصوص التصور الساذج المقيد بعدم الحكم كما شرحناه سابقا. أما المقسم لهما فهو التصور المطلق الذي هو نفس العلم. وجد أنه لما يطلق على القسم اسم التصور، ويطلق على المقسم اسم التصور، كأنه ماذا؟ كأننا قسمنا التصور إلى التصور وغيره،
مع أن المقسم وهو التصور هو التصور المطلق، والقسم الذي هو التصور هو التصور الساذج المقيد بعدم الحدود. هكذا لذلك يقول زعم بعضهم، هاي كلمة زعم طبعا المصنف يمكن استعملها مرتين، عليكم السلام ورحمة الله، أعتقد استعملها مرتين، استعملها في باب الجهل المركب، ولعله استعملها هنا لا أدري إذا كان قد استعملها في مكان آخر. طبعا الزعم ماذا؟ الدعوة من دون دليل، واحد يقول يزعم فلان كذا، يزعم فلان أن سيقتل فلانا، أبشر بطول سلامة يا فلان، هذا ذا واحد مهدد واحد ما وراء قتيل إلا لا أبشر بطول سلامة يا فلان. الثالث أساس القسمة، قال ويجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد، أساس أي يجب أن يلاحظ في المقسم جهة واحدة، لأنه في النتيجة الشيء الواحد يمكن أن يلاحظ بعدة من جهات المتعددة، قالوا نعم. أما التقسيم الواحد فلا بد أن تلحظ فيه ماذا؟ جهة واحدة أو أساس واحد في التقسيم. قال وباعتبارها يكون التقسيم، فإذا قسمنا كتب المكتبة فلا بد أن نؤسس تقسيمها إما على أساس العلوم والفنون هكذا، أو على أسماء المؤلفين، أو على أسماء الكتب. أما إذا خلطنا بينها فالأقسام تتداخل ويختل نظام الكتب، لأنه ممكن أن تجد أن هذا بحسب العلوم هنا بحسب الحسم هنا، أو يحصل ماذا؟ التداخل. فنلاحظ في حرف الألف مثلا تارة اسم الكتاب وأخرى اسم المؤلف، بينما أن كتابه قد يدخل في حرف آخر بسبب ماذا؟ بسبب اعتماد أساسين مو أساس واحد. لو كنت تريد أن تعتمد تقسيما صحيحا فعليك أن تعتمد على أساس واحد، فإذا كان الكتاب في هذا المحل فلن يتحرك منه، لا يوجد أساس آخر يتحرك من هذا المكان إلى المكان الآخر. يقول هذا، هذه قضية. القضية الأخرى المهمة وهي أنه بناء على هذا، يعني الشيء الواحد يمكن أن يقسم أكثر من مرة؟ نقول نعم، ولكن يقسم مو في قسمة واحدة، وإنما يقسم أكثر من تقسيم على أسس متعددة. فبسبب التقسيم الأول هذا التقسيم الأول وهذا التقسيم الثاني لا مانع من ذلك. كلما كانت الملاحظات يعني لحاظات التقسيم متعددة كلما تعددت معها القسم والتقسيمات، ولا مانع من ذلك. والشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة أي أساس القسمة، كما قسمنا اللفظ مرة إلى مختص وغيره، هذا تقسيم سابق، وأخرى إلى مترادف وغير ومتباين، وثالثة إلى مفرد ومركب، مع أنه هذا مع أنه شيء واحد وهو اللفظ. وكما قسمنا الفاصل مرة إلى قريب وبعيد، ومرة إلى مقوم ومقسم أخرى، ومثله كثير في العلوم وغيرها. هذا يعني أن الشيء الواحد يمكن أن تتعدد أقسامه، نعم يمكن أن تتعدد أقسامه وتقسيماته، ولكن على أساس تعدد الأسس. الأمر الرابع أن تكون القسمة جامعة مانعة، طبعا وهذا مر علينا وين؟ في التعريف. ويجب في القسمة أن يكون مجموع الأقسام مساويا للمقسم فتكون جامعة مانعة، جامعة لجميع ما يمكن أن يدخل فيه من الأقسام، أي حاصرة لها لا يشد منها شيء، مانعة عن دخول غير أقسامه فيه. وهذا الذي عبرنا عنه ماذا؟ الجامع المانع. هنا بعد بأنها قسمة نقول ماذا؟ جامعة مانعة، جامعة لجميع الأقسام ومانعة ماذا؟ من دخول غير أقسام المقسم.
هذا تمام الكلام في أصول القسمة. سيأتي بعد ذلك الحديث في أنواع القسمة التي ذكرها المصنف، وهي القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية، ثم بعد ذلك ندخل في أساليب القسمة الثانوية أو الثنائية والتفصيلية، ثم ندخل في المحل الذي كان يريد الوصول إليه وهو التعريف بالقسمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.